أنتم تشاهدون قناة رويش تي في، وهذه هي رسالة الفلك لليوم لكل برج من الأبراج. برج الحمل: تحتاج إلى استغلال طاقتك بحذر هذا اليوم. قم بتنظيم وقتك بشكل جيد وحافظ على التركيز على أهدافك المهمة. تذكر أن الحماية من الحرارة الشديدة مهمة، فتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة. برج الثور: استغل هذا اليوم للاسترخاء والاستمتاع بوقتك. اخرج لتمضية وقت في الهواء الطلق في فترات منخفضة الحرارة، ولا تنسى شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب جسمك. برج الجوزاء: استغل طاقتك الزائدة في الأنشطة الإبداعية والترفيهية، وابذل جهدك لكي تستمتع بتبادل الأفكار مع الآخرين، لكن تجنب الإجهاد الزائد في هذا الجو الحار. برج السرطان: حافظ على توازنك العاطفي في هذا اليوم. الحرارة الشديدة تؤثر على المزاج، لذا احرص على الاسترخاء والعناية بنفسك. إن قضاء وقت ممتع داخل المنزل قد يكون خيارا جيدا. برج الأسد: استمتع بلمساتك الفريدة والجاذبية التي تجلبها للمحيطين بك. أنت دائما أمام فرص متجددة للتألق في مجالك، استغل هذه الفرص بالطريقة التي تراها مناسبة. برج العذراء: تذكر أن التخطيط والتنظيم هما جوهر قوتك. استغل هذا اليوم من أجل الترتيب والتخطيط لأمورك القادمة. تجنب الإفراط في الأعمال الشاقة في هذا الجو الحار. برج الميزان: حافظ على التوازن والسلام الداخلي. استغل يومك هذا من أجل تجديد طاقتك عبر القيام بأنشطة ترخيك وتجعلك تشعر بالهدوء والراحة. برج العقرب: كعادتك أنت تشعر دائما بالحماس والقوة. استغل طاقاتك هذه لتحقيق أهدافك وتجاوز التحديات. تجنب الاستسهال وتذكر أهمية الاستمرارية. برج القوس: استخدم طاقتك المفرطة بحذر ووجهها نحو الأهداف الرئيسية. ابحث عن أنشطة تعزز راحتك وتقدم لك فرصة للاسترخاء وتجديد النشاط. برج الجدي: استفد من عزيمتك وقدرتك على التحمل. حدد أهدافك بوضوح واعمل بجدية نحو تحقيقها. تذكر أهمية الحفاظ على التوازن بين عملك وراحتك. برج الدلو: أنت تشعر برغبة دائمة في الاستكشاف وممارسة التجارب الجديدة. استفد من طاقتك المبتكرة وقم بتحقيق تجارب مثيرة وممتعة. تجنب التعرض للشمس مباشرة لفترات طويلة، وتذكر شرب الماء بانتظام. برج الحوت: في هذا اليوم الحار ابحث يا صديق الحوت عن طرق للبقاء منتعشا ومرتاحا. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. حافظ على ترطيب جسمك بشكل جيد عبر شرب الكثير من الماء. استغل هذا الوقت للاسترخاء والتأمل، وتجنب الأنشطة البدنية الشاقة. حاول البحث عن فرص للتفكير والتخطيط من أجل أهدافك المستقبلية، ورتب أفكارك وحدد خطواتك التالية. كانت هذه رسالة الفلك إليكم هذا اليوم. نلقاكم في رسالة جديدة غداً.